على ملك الدولة للطرقات تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتحوير التشريع الخاص بملك الطرقات بعد ما تسببت المخالفات في تكبد الدولة الخسائر فادحة في ميزانيتها، مما استوجب تحديث القانون بما يتماشى مع متطلبات المرحلة. عنا مشاريع كبيرة في تونس، المحولات، عنا مشروع كبير في تونس الكبرى، يعني بأربع ولايات وحماية تونس الكبرى من الفيضانات. يعني الوزارة يعني هي بطبيعتها مغرقة في عدة مشاريع وطنية وجهوية قاعدة تحت إشرافها، فهل ترى قادرة يعني كجهاز كإدارة كأعوان باش تطبق هالقانون هذا؟ تشديد العقوبات المادية على المخالفين والترفيع من الخطية المالية من 300 ل 2000 دينار، مع تمتيع أعوان وزارة التجهيز بصلاحيات التدخل في حال وجود أي اعتداء، هو أبرز ما جاء به القانون هذا. العقوبات المنصوص عليها ما تتمشاش مع تونس 2017. اليوم تعرفوا يعني نحبذوا في أغلب الأحيان عدم اللجوء إلى السجن أول حاجة، وذلك نحينا عقوبات السجن، ولكن رفعنا في العقوبات المالية ومكننا أعوان وزارة التجهيز والإسكان والتهوية الترابية بالتدخل لرفع الضرر في الإبان. هذا من المنتظر أنه يتم إحالة مشروع قانون آخر متعلق بمشكلة الإشهار بعد تفاقم مظاهر الإضرار بالمشهد الطرقي والمس بنظافة